السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميغا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنحضروا سمك مشرمل ومشوي في الفرن، طبق سهل سريع ولذيذ بزاف، واكيد غادي يكون صحي. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفة اليوم ما تنساوش جيم للفيديو ومشاركته في صفحات التواصل الاجتماعي اللي كتملكوا. اذا كنتوا كتزوروا القناة ديالي لاول مرة وبغيتوا تنضموا لنا، فما عليكم الا الضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد. وغنحتاجوا على بركة الله السمك، اي سمك بغينا غادي نشويوه غنستعملوه، ماشي بالضرورة تستعملوا اللي استعملت انا. فانا عندي هنا خمسة هاد السمك هذا او هاد الحوت اللي كتشوفوا معايا، غسلته مزيان صفيته وفتحته من الوسط بهاد الشكل هذا باش نعمره، يعني ماشي بالضروره نزولوا له الشوكانه ديالي، ما زولتلوش الشوكه غير فتحته. فغنحتاجوا 4 معالق كبار قزبور ومعدنوس، غنحتاجوا 8 فصوص الثومه محكوكين، ملعقه صغيره الفلفل الاسود، ملعقه كبيره الفلفل الاحمر، ملعقه صغيره السكينجبر، وملعقه صغيره الكمون، ممكن تستعملوا حتى ملعقه كبيره، والملح حسب الرغبه. غنحتاجوا 3 معالق عصير الليمون الحامض وربع كاس زيت الزيتون. يعني كيف كتشوفوا الشرموله او كيف كنقولوا حنايا في الشمال الشرميله العاديه، يعني عمرو بها طبق سهل بسيط ما غيحتاج شي حاجه، ولكن كيجي لذيذ بزاف مادام انه في الفرن. فغادي نضيفوا 3 معالق عصير الليمون، وغنضيفوا ربع كاس زيت الزيتون، ممكن تستعملوا خليط زيت الزيتون وزيت نباتيه. فصافي غادي نخلط هاد الشرموله مزيان مع بعضياتها، يعني حتى يندمجوا هاد العناصر كاملين، وغادي نعمر بها الحوت ديالي من الوسط. صافي من بعد ما كيصبح على شكل عجين كيف كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا، غناخذ السمك ديالي وغنبقى نعمر وحده مر وحده دائما من الوسط، غنتبلوه او غنشرملوه حتى من برا، ولكن في الاول غنعمروا يعني غنعمروا الحوتات كاملين وحده وحده ونرصفوهم في واحد الصينيه كيف كتشوفوا معايا. ضروري ماشي ضروري، ولكن من الاحسن استعملوا هاد الصواني هادو ديال الفرن، يعني ما نستعملوش اخرين ديال الزاج، لان هادو كيتشوى فيهم السمك بشكل جيد. فالصينيه مدهونه بشويه الزيت، زيت عاديه او زيت زيتون ماشي مشكل، وغنبقاو نعمروا الحوته او السمكه ديالنا بهذا الشكل هذا من الوسط، يعني نعمروها مزيان او نشرملوها مزيان. صافي ونستفوهم في الصينيه كيف كتشوفوا معايا هذه. وانا غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى غنعمر الحوت اللي عندي كامل ونعاودو نتلقاو باش نشوفو كيفاش غنشرملوه من برا. وهذه هي الحوته الاخيره اللي عندي، نعمروها حتى هي ونستفوهم هكذا بهذا الشكل هذا. شطنا هاد شويه د شرموله او تشرميله، تحيه للناس الشمال. مهم هاد الشرموله هذه اللي بقات لي، فغادي نضيف عليها واحد ملعقه صغيره زيت الزيتون وغنمشي باش نشرمل بها السمك من برا. ماشي بالضروره تستعملوا زيت الزيتون، ممكن تكتفيوا غير بزيت نباتيه، وممكن تخلطوهم دائما كيف كنقول. فصافي انا زدت واحد ملعقه صغيره زيت الزيتون هيدا وندهن بها السمك من الوجه، كتبقى فكره جميله وسريعه تقدموا بها السمك بطريقه مختلفه، وصدقوني كيجي الطبق لذيذ بزاف والسمك كيجي متبل ويعني كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق وينال الاعجاب ديالكم. اذا هكذا غادي نستمر هكذا، هاد البواقي هاد البقيه اللي بقات لي تشرموله نوضعها في الوجه السمك هكذا احسن نستعمل ليديدات ديالي باش نشرملها مزيان. صافي ندهنوها مزيان هكذا بليديدات ديالنا
وندخلوها مباشرة للفرن. إذا خليناها يعني شوية ولو غير ربع ساعة نصف ساعة فكتجي مشرملة ومتبلة مزيان، كتجي لذيذة أكثر. ولكن ماشي مشكل، أنا غادي ندخلها صراحة مباشرة لأن ما عندي شي الوقت. فالفرن مسخن مقبل على درجة حرارة 200 مشعول من الفوق ومن التحت، يعني الفرن مسخن مقبل ضروري ندخلوها 15 دقيقة بالضبط. 15 دقيقة نطفيو على الفرن ونخليوها واحد 7 ولا 10 دقائق حتى تبرد وهي في وسط الفرن، يعني ما نجبدوهاش مباشرة وصافي. يعني والصينيه ضروري تكون يعني في الوسط هكذا، يعني ما نحشيوهاش لا لتحت او الفوق، تكون في الوسط باش كيطيب السمك مزيان وكيتحمر من الوجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، نقدموه بالصحه والعافيه، كيجي لذيذ بزاف ومشرمل بواحد الشكل رائع. يعني نقدموه مع اي حاجه بغينا هكذا، سلطات او مهم اي حاجه كتبقى فكره جميله وسريعه صراحه. المهم كيعجبني هذا الطبق هذا، انا بزاف كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كانت هذه هي الوصفه اليوم، كنتمنى ان شاء الله تخليوا لي جامل الفيديو واشتركوا معنا في القناة إذا كنتوا كتزورونا لأول مرة باش توصلوا معنا دائما بالجديد. وما تنسوش مشاركة الفيديو في صفحات التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب باش تعم الفائدة طبعا إذا عجبتكم الوصفة. وأنا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحة والراحة، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.